الإعلام والسينما هل بتعكس حقيقة ما يحدث في مصر أم تؤثر فيه أو تسبب؟ أدوار المحتوى اللي بيتقدم لنا في المجتمع، المحتوى في الإعلام والأفلام، إن هو يكون محتوى الشخص يقدر يتواصل معاه. أطفال والتينيجرز عامة يكونوا بيتفرجوا على أفلام معينة فيها حاجات بتوري إن التحرش أو الهزار بالإيد مع بنات من غير كونسنت بيبقى مش فراوند أبون، بالعكس ده بيبقى اللي هو بيبقى الشاب الجامد. الثقافة بتاخد وقت كبير قوي 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 علشان تتغير، ومع الأسف التحرش، التنمر، حتى الاعتداء اتساب فترة طويلة جدا، فبقى من الثقافة المقبولة في الشارع المصري، والدراما بتعكسها. فكرة النسب اللي فيها عنف وفيها تحرش وفيها معرفش ايه مع نجوم انت بتحبهم وانت لسه بتتكون، لسه تكوينك بيتعمل وذوقك بيتعمل، بقت بنت انت، فالخطورة الحقيقية هنا ما فيش اي توعية. فأظن ان احنا التوعية دي بتيجي من الثقافات ومن التعليم، وسواء السينما بتعكس ده او بتسبب فيه اكيد بتعكس، لان هو ده اللي بيحصل في الشارع المصري وكلنا عارفين. التحرش الجنسي مش معناها بس ان انا المسها، ان انا حتى ابص لها نظرة غير مرغوب فيها، او ان انا اقول لها كلمة، او ان انا اجرحها وهي ماشية في الشارع او في المؤسسات، لانه كمان التحرش الجنسي مش بيحصل بس في الشارع.